أنا النهاردة اتشرفت بإني أكون موجود في مستشفى بهية، وما كنتش متخيل إن أنا ممكن أشوف الخير اللي أنا شفته ده. لما جيت شفتها وشفت المجهود اللي هم عاملينه حسيت قد إيه إن إحنا عاملين حاجة عظيمة جدا. فارق معاهم قوي فكرة إنه إزاي تبقي بتتعالجي وإنتي مرتاحة نفسيا. مستشفى بهية لا تعنيني في شيء كذكر يعني، لكن أنا متابعها لأنها بالنسبة لي حلم من يوم ما فتحت. حلم مش كمستشفى او مؤسسه، انا هي بالنسبه لي هي مصر اللي انا بحلم بيها قدام. مدرسه واسره متكامله فيها كل الخدمات المتوفره الصح اللي المفروض تكون موجوده في اي مستشفى. ما تخيلتش هذا الصرح الكبير قوي اللي هو تطوعي تماما، امكانيات عاليه جدا، هو اجمل من اي حاجه شفتها كاجهزه او غيره، اللي هي زي ما انا شفت بجد اللي هي ستيت اوف ذا ارت تكنولوجي. الاهم من كده درجه الحب والشغف الباشن الرهيبه اللي عند الناس اللي موجوده هنا. الناس عارفه هي بتعمل ايه وبتعمله صح وبتعمله بانسانيه. انا جيت النهارده بفكره، بس بهية غيرت الفكره دي تماما، او البهيات اللي انا شفتهم النهارده هم اللي غيروا لي الفكره تماما. جيت في وسط عيله، في وسط مكان يعني في الاخر خالص نقول عليه مستشفى. ستات مصر لقوا اللي يهتم بيهم بدون مقابل. من ساعه ما دخلت المستشفى وانا شايف خدمه مميزه، شايف استقبال اكتر من هائل، وشايف روح معنويه وضحكه وابتسامه. الامكانيات اللي موجوده امكانيات مختلفه، السيستم مختلف وقوي جدا وبيضاهي كل الاماكن اللي بره مصر والمستشفيات العالميه، لكن الاهم هو فكره الدعم النفسي للمحاربات. تفاجأت بهذا الكم من الإخلاص والإبداع والتنظيم والعمل المميز في مجال مهم لكثير من الأسر، وأنا في غاية السعادة والانبهار لما شاهدته من نظام وترتيب ونظافة وجمال وثقة بالنفس وجمال الروح المتسمة في هذا المكان الرائع. تعالوا بنفسكم وشوفوا المكان هنا قد إيه نظيف، قد إيه مريح. المكان ده مكان مهم جدا، وأنا فخور إن المكان ده موجود في مصر. بهية بالنسبة لي عيلة كبيرة قوي، وأنا يعني ببقى سعيدة ومبسوطة قوي إن أنا بيعتبروني حد من العيلة دي. أنا في بهية شفت إمكانيات عالية جدا، شفت أجهزة مش موجودة في مصر كلها. الطاقة اللي موجودة في المكان خلتني أحس إن أنا مرتاحة، وإن أنا عايزة أكمل، وإن أنا عايزة أتمشى، وإن أنا عايزة أشوف. لما تلاقي مكان أول حاجة بيعملها وأول مقابلة ليك معاهم إنهم يضحكوا لك ويقولوا لك اطمن أنت هتتعالج وهتبقى كويس ومش مهم الفلوس واللي أنت عايزه هنعمله لك، أنا بعتقد إن كل التحية والاحترام والحب والتقدير لبهية. قد ايه رائع انه في ناس بتفكر في الم غيرها وبتعمل ان غيرها ما يتألمش، يكون حتى في مرضه معزز، انسانيته مش مهانه. لان محاربه السرطان لما بتدخل الصرح العظيم ده هي مش محتاجه تروح اي مكان تاني، لان اولا في معامل، في كشف مبكر، في اشعه، كل حاجه موجوده هنا. هي مش بس المستشفى او الكيان، هي كل ست شفتها، كل ستات مصر كلهم احلى بهية واحلى صبية. طول الوقت كنت بسمع عن مستشفى بهية وامكانيات مستشفى بهية وان مستشفى بهية بتعالج بالمجان، لكن لما جيت على ارض الواقع ما كنتش متخيل العظمة دي والمحاربات اللي موجودين وكمية الراحة النفسية اللي تشوفها اول ما تخش المستشفى. شيء مشرف، كل مكان وكل زاوية بتدل ان في ايجابية، في راحة، في حب، في تفاهم، وده اكتر ما يكون في دعم مريض السرطان. شفته في بهية بجد وبدون أي شيء من أنواع المبالغة، إن ده شيء جميل جدا ومشرف. هنقدر نقف جنب كل بهية، جنب كل أم أو أخت أو ابنة أو زوجة في حاجة لوقفتنا معاها عشان توصل بإذن الله للصحة والعافية والبر السلامة. نفسي بهية يبقى موجود في كل حتة في مصر، يبقى موجود في كل المحافظات. بهية شيء مبهر. فلوسك في المكان ده هي في المكان الصح. بنصحكم انكم تيجوا مستشفى بهية تساعدوا، تدعموا ماديا لو تقدروا. اعتقادي ده نموذج محتاجينه في كل حته في بلدنا. المكان ده يستحق تبرعاتكم ويستحق صدقاتكم. انا مش عايزه امشي بجد، مش عايزه امشي.
دي بتضيق عليا يا بهية اللي يتقف يوم يلاقي واللي لسه في عمر باقي لو هعيش وهعيش ليكي زي ما انت عايز.